بين الحياة والموت يرقد طالب أمير في إحدى مستشفيات النجف بعد تعرضه إلى حادث دهس أثناء عودته من مدرسته بمنطقة البحداري في صورة مشابهة لفاجعة البصرة التي يحذر النجفيون من تكرارها في المحافظة بحال عدم أخذ التدابير اللازمة لعبور الطلبة والتلاميذ بعد الانتهاء من دوامهم المدرسي. هذه نضيفها هاي الحادثة إلى حادثة البصرة، وأنا متأكد أنه إذا ما يصير حلول لهذا هذا الموضوع راح نتكلف بأرواح وطلبتنا أرواح، أخذ أكثر من 4 5 طلاب، بس كان الله سبحانه وتعالى لطف بالباقين. نتعرض إلى حوادث باستمرار، يعني مو هذا مو أول حادث، وكمدرسة تبلغ عدد طلابها تقريبا 700 طالب، يعني لا يوجد دورية مرور مثل توقف من تحل الطلاب، لا مثل موجود مطبات حتى تخفف سرعة السيارات، ولا يوجد جسر مثل معلق حتى تعبر عليه الطلاب. بترقب ينتظر ذو تلاميذ احدى المدارس الابتدائيه ابنائهم لاستلامهم بعد انتهاء الدوام، خوفا عليهم من شبح الموت المفجع، فبسبب تهالك هذا الجسر لعبور المشاه يضطر التلاميذ لقطع الشارع العام الذي يشهد حوادث دهس طالت العديد من التلاميذ والمواطنين في وقت سابق. طلابنا يعني مثل كل واحد عنده 1 2 3، يعني ما نقدر نوديهم بعد شيء الا توديه بيدك تعبره وتراجعه وتجيبه، يصير احتمال يصير وازيد يصير. شارع هذا مهم رئيسي، هذا يربط المحافظات الديوانيه سماوه بغداد الشمال كله يجي من هنا. هذا الجسر تعبان كلش، يعني المدرجات مالته تلعب، المحجر مالته الفوق يلعب، تنطر الطلاب ما تصعد. ابهاتها توصيها تقول لهم لا تصعدون، اي اكثر الطلاب تعبر تصير حوادث، والله ماكو اليوم صار عندنا حادث. من طلبه المدرسه، هاي المدرسه بهذا المقام هنا حدثت نفس الفاجعه مالت البصره، هنا هذا المقام شو تسووا وتقدموا وش رهتوا؟ نفس مثل يبقى الحال على ما هو عليه، وهذا احنا شغلنا. وخلال اليومين الماضيين شهدت النجف عددا من حوادث الدهس، منها التي أودت بحياة طالبة جامعية وعدد آخر من المواطنين، في وقت يدعو فيه النجفيون إلى ضرورة وضع التدابير اللازمة من صيانة جسور عبور المشاة وإنشاء المطبات الصناعية وغيرها من إجراءات لحمايتهم من حوادث الدهس. من النجف، محمد رزاق، التغيير.